خلينا نبدأ من النهاردة. والحقيقة إنه العلاقات المصرية الخليجية، يعني أنا كنت لسه قبل الفصل على طول بقول لحضرتك، يمكن ما كناش متخيلين إنه هنبقى محتاجين في فترة من الفترات إن احنا نتكلم ونؤكد على هذه العلاقات، ولكن إنه رئيس الجمهورية نفسه يكون في قمة الحكومات في دبي ويتحدث عن العلاقات القوية، وأيضا على الصعيد الآخر بنلاقي أنه الأشقاء العرب أيضا بيؤكدوا على قوة هذه العلاقات، وحتى في طرق الاستقبال والحفاوة والحديث عن المستقبل الواعد بإذن الله اللي بيجمع مصر بأشقائنا العرب وفي الخليج تحديدا كمان كان محور مهم جدا. إزاي بتشوف يا أستاذ جمال هذه العلاقات اليوم بعد سنوات من ثورة يناير وبعد تحديات كتيرة جدا العالم مر بيها والإقليم أيضا مر بيها؟ طيب، المادة الأولى من دستورنا 2014 بتنص على أن الشعب المصري هو جزء من الأمة العربية وأعمل على تكاملها ووحدتها، تمام؟ طيب، 2014 تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة الدولة المصرية. نعم. طيب، قولا واحدا لم يحدث تكامل في العلاقات المصرية العربية والعربية العربية صعود مثلما حدث في أو منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي. فمنذ اللحظة الأولى وهو وضع العلاقات العربية والعلاقات المصرية الخليجية والعلاقات المصرية العربية أولوية قصوى للبناء عليها، لأنه مصر كدولة هي القلب الصلب للمنطقة، وهي يعني رمانة الميزان، وهي الدولة يعني بيسموها المفكرين عبر التاريخ الدولة القاعدة، يعني التي ينطلق منها يعني روافد التكامل والتعاون والقوة للمنطقة العربية. ومصر دائما عبر التاريخ يعني بتلعب دور كبير جدا في التقارب وتحرص على التقارب العربي أو المصري العربي بشكل في مراحل. وعايز أقول إنه كمان إنه حتى الأزمات الكبرى والحروب وحدت العرب، وإحنا عشان نتكلم عن تفاصيل العلاقات وعمق العلاقات وأهمية العلاقات بشكل سريع جدا، طب نرجع شوية ونقولك، طب ما 56 عدوان 56 وحد العرب، 73 نصر أكتوبر العظيم وحد العرب، وقبلها برضو 67 وهزيمة واحد العرب، والرئيس الجزائري بوميديان وقتها يقولك احنا ما تهزمناش لانه احنا عرب ولازم ننتصر ولا وهكذا لانه ما خرجناش بكل قوتنا. يعني هنا الروح العروبية العربية المتأصلة ما بين القاهرة وجميع العواصم العربية. طيب، لما نقول 56 ونقول 67 ونقول 73 وصولا حتى ما يسمى بالربيع العربي وانعكاساته، حتى نتائجه السلبية وحادث العرب، لأنه كان بيستهدف إيه؟ بيستهدف إيه؟ ما هو زي ما 67 خدت فلسطين ولبنان وسوريا ومصر والأردن، خمس دول مش كده؟ طيب، الربيع العربي بدأ تونس، مصر، سوريا، يعني إيه؟ زحف واليمن وزحف وليبيا وزحف على العواصم العربية والدول العربية. إذن المصير واحد مش كده؟ والتحديات مشتركة. ده كلام ليس كلاما إنشائيا، ده كلام واقعي وموجود وعشناه في التاريخ وعشناه في الحاضر والتاريخ وحتى هذه اللحظة. طيب، كل هذه الوحدة وكل هذا التماسك، يعني وحضرتك ذكرتي هنا في حوار السيد الرئيس مع الزميل الإعلامي فيصل بن حويز وفي على هامش القمة العالمية للحكومات مش كده، والسيد الرئيس اتكلم هنا أسس وكتب لذاكرة المستقبل، يعني بيرسخ لدى الشعب المصري ثقافة الوفاء وإعطاء الناس حقوقها. يعني رئيس الجمهورية دولة بحجم مصر حريص على أنه يعني يكتب في سجلات الذاكرة المصرية هذا النوع وهذه الثقافة من الوفاء والمحبة والأخوة والأشقاء. وعلى فكرة هذه المفردات أقوى من أي تعاون نص عليه العلوم السياسية والدبلوماسية، وده كلام أقوى وأعمق بكثير جدا، لأنها كلمات حقيقية ونابعة من القلب يا أستاذ جمال. نعم، حقيقية ونابعة من القلب. وفي نفس الوقت لو فتحنا قوس في السياق اللي قاله السيد الرئيس وهو كلام مهم جدا،
والتوقف عند 2011 وإزاي 2011 مصر بسبب الفوضى والتخريب تحملت أو دفعت فاتورة قدرها 450 مليار جنيه بسبب 2011 وما تلاه بقى من حكم الإرهابية وتمددها. وهنا في اللحظة دي الهدف ما كانش بس مصر كانت مستهدفة رقم واحد، هي بالنسبة لهم تمثل الجائزة الكبرى إذا كانت في عواصم لا أهداف تكتيكية واستراتيجية عواصم أخرى، لكن مصر هي كانت الجائزة الكبرى. طب الجائزة الكبرى الهدف منها إيه؟ الهدف منها هو إيه؟ الدخول بعد كده يعني اللي هيسيطر على هذه المساحة المنطقة العربية، سهل إنه بالموقع الجغرافي لمصر يتسلل للسيطرة أو لاستكمال باقي السيطرة على المنطقة العربية. وبالتالي لو وصلنا ل 30/6 وثورة المصريين الشعب المصري العظيم، هذه الثورة لم تكن فقط ساهمت في نجاة مصر فقط، ولكنها بكل تأكيد في نجاة المنطقة بالكامل. دي نقطة طيب. مهمة جدا. ما هو على كلام حضرتك ده 30/6 ازاي بتمثل ليس فقط طوق نجاة للمصريين وللدولة المصرية، وإنما أيضا لأشقائنا العرب؟ ازاي؟ لأنه حد ممكن يسأل يقول لك إيه مدى تأثر الدول العربية باستمرار أو عدم استمرار حكم الإخوان في الدولة المصرية؟ شوف، الأشقاء العرب والقادة والزعماء العرب، وأحييك على هذا السؤال، يدركون تماما قيمة وأهمية ثورة 30 يونيو، لأنه هزيمة الجماعة الإرهابية في مصر تعني بالضرورة قطع الطريق على وصولهم والتنظيمات الجماعات الإسلام السياسي وغيره والجماعات الإرهابية وصولهم وانتشارهم في العواصم الأخرى، العواصم العربية.